فحتى الكابتن هاني ربنا يشفيه يعني ويعافيه، كابتن هاني مصطفى كان هو اللي ماسك الفرقه، والكابتن هاني قال لي لو ما لعبتش مباراه في النادي بعد العلاج مش هتروح معايا. فتعالجت كويس عشان كان في فتره قليله يعني، تعالجت كويس ولعبت اول مباراه مع الاسماعيلي في الدوري قبل ما الدوري يتلغي، وبعدين رحت لعبت في كاس الامم في الجزائر، حتى جالي عرضين احتراف ساعتها، جالي في انتويرب في بلجيكا وجالي كمان في البرتغال. كانت سنه 90 بعد الجزائر، بعد ما اللي هي بطوله الجزائر اتغلبنا الثلاث مباريات لكن اللي عملت بطوله كويسه، ثلاث مباريات عملتهم كويسين قوي، وجبت الهدف الوحيد لمصر في كاس الامم. وجالي العرضين، والعرض الاولاني جالي من انتويرب وكان رقم كويس قوي، وساعتها كنت لانا لشيكابالا اللي هو لاعب زامبيا القديم. والنادي وكان رئيس النادي الكابتن عبد الصالح الوحش كان معانا هناك في البطوله كمان، لانه هو كان مدير فني افريقيا، فقال لي لا انت هتروح مع المنتخب الاول وممكن تلعب في كاس العالم وممكن يجي لك رقم اعلى ومش رقم اعلى. وبعدين وده اللي حضرتك فضلته مش يعني انا، ما كانش ساعتها ما كانش في ايدك الاحتراف، وبعدين ما كانش تقدري النادي يقول لك حاجه وتتكلمي يعني. أيوة أيوة. يعني يعني الرقم كان كبير جدا في عز الوقت ده، كان 600,000 دولار. النادي هياخد تلتين واللاعب ياخد تلت، لكن النادي لما يقول لك ده احنا كان احسن، ده بقى درس بقى احنا بتاعنا بقى ده احنا لعبتنا، يقول لك اقعد مفيش مشي، يبقى مفيش مشي. ليه؟ لانه النادي بيثق فيك كلاعب، علشان كده اي لاعب النادي يقول له اقعد او هو شايف انه هيبعد عن النادي الاهلي فبعده افضل، بمعنى انه لو انت فضلت انك تمشي من النادي الاهلي، لو انت لعيب كبير قوي انا افضل، لو انا في الاداره افضل ان لازم امشيه فورا، وخاصه عادل انه ما بيقولوش اقعد ببلاش، ده انت اقعد وبياخد رقم كبير، اقعد وحنديك حاجه محترمه. احنا يعني ما كناش بناخد، مش موضوع بقى. احنا كنا بنقعد بنقعد، احنا كناش بناخد يعني. انا بتكلم اختلاف يعني الاجيال معلش عشان برضو الناس تفهم. احنا كان جدنا كده، ما كانش فيه احتراف، ما كانش فيه البادجت الكبير، ما كانش فيه سبونسر، لكن احنا متعودين لما النادي الاهلي يقول حاجه نقعد. فلا دلوقتي الامر اختلف شويه عشان الناس مختلف شويه، بس يعني ما بقولش اللعيب اقعد عادك ببلاش، بقول له لا انت بتقعد، وبيقدروا تقدير كويس جدا. بس انا يا كابتن هاني عايز اقول كلمه في الامر ده، احنا لما كنا بنقعد، خلي بالك يا سام في الامر، احنا قعدنا يعني، انا كنت القانون ساعتها كان بيقول انا لاعب تحت السن حوالي 5 دوري بلعب بكارنيه ناشئين، واول ما تطلع الفريق الاول سنك يجي الفريق الاول تقعد 6 سنين ما تاخدش حاجه. فالنادي قال لي اقعد وانا كنت لسه صغير وكنت بلعب بكارنيه الناشئين، فقال لي اقعد فما تنتهاش. قعدت ليه؟ رغم ان النادي في الفتره دي مثلا النادي الاهلي بيقول لك اقعد وفي رقم كبير، يعني انت ما انت بتاخد رقم مش قليل يعني. احنا كان زمان مثلا جالي 600,000 دولار، انا كان نصيبي منهم هيبقى حوالي 200,000 دولار في وقت. طب وده مبلغ كبير جدا في وقته. لا كان وقت عالمي طبعا. ولكن النادي لما قال لي اقعد ساعتها كانت ثقافتنا كده، نقعد غصب من عننا، لان احنا حاسين ان هو عملنا يعني فلوس ما استغللتش، كانت عينك ولا ما حاجه، مفيش فلوس بتستغل عينك يعني. ولو رغم بقى ان في الوقت الحالي يعني الاحتراف زي ما الكابتن هاني قال، لا انت بتاخد يعني الفروقات ما بتبقاش كبيره يعني. عشان كده انا بقول ايه، انا ما ندمش على حد، وبالاخص انك تعمل، احنا اللي عاملين النادي بيعمل. ما كل اللعيبه اللي انت شايفاها في الدوري المصري ده 60% منهم احنا دربناهم، مش عدوا علينا بس 60%. يعني انا بقعد اتفرج على مباريات يعني اقصد خارجين النادي الاهلي من يعني في ناس او بدر رجب بالاخص بدر رجب طبعا بدر رجب علشان هو بيجيبهم من الصغر. بدر رجب ده من احسن وافضل الناس اللي بيشتغل في البراعم وبيعرف ينقي كويس. يعني احنا بنقعد نتفرج على مباراه، انا لما بصادف بدر وبقعد معاه وبنتفرج على مباراه بنكون مررنا حوالي مثلا 4 لعيبه من هنا و7 لعيبه من هنا، لو اي فرقه، قولي اي فرقه في مصر. عشان كده احنا الشغل بتاع
النادي الاهلي انك انت هتطلع وهتفضل تطلع لعيبه، وكل اللعيبه اللي طلعناها كلها لعيبه اقويه ولعيبه كويسه قوي ولعيبه جامده، واهم ما في الموضوع ان هم بيحبوا ناديهم. التغير بقى لما واحد يتغير فما تزعلش عليه، بالعكس انت تفرح جدا انك لازم تبعده تبعده، ولازم يبعد حتى لو ده كان ده لم يتشبع بروح الفانيلا يعني زي ما بنقول. لا هو عادي اه طبعا يعني موضوع يعني موضوع يعني موضوع هي موضوع بيختلف شويه دلوقتي عن زمان، لكن في المضمون عادل بيقول خلاص طالما انت ما عندكش الرغبه بالعكس انت ما تقعدش، ده انت تمشي مكسب ليا، مكسب ليا يعني، يعني ده حقيقة. لان انت لو قعدت لو قعدت هتبقى فيها مشاكل، وتبقى دريسنج روم يبقى فيها مشكله ويبدا يكلم ده ويكلم دوت، فدي مشكله ثانيه. لا انت موجود، انا في رايي عادل انت، احنا النادي الاهلي بيقدم عرض، انت يا استاذ العرض بتاعك كذا، قابل بالعرض لا، قال له لا مع السلامه شكرا وخلاص والموضوع يتلف. وفي نفس الوقت علشان بس هو الناس يعني. وفي نفس الوقت علشان الناس ما يقولوش علينا ان احنا بعاد عن العصر، لا انت بتتكلم برضو في احترافيه يعني ايه؟ لا ما هو ممكن الناس يجي يقول لك ايه؟ لا ده الناس دي بتتكلم بقى في حب الكيان وحب النادي والحاجات دي. اه بنتكلم في حب الكيان وحب النادي وبتتكلم باحترافيه. لا بس النادي الاهلي هيتعامل باحترافيه مع كل الناس. لا ما انا عارف. ما قالوش اقعد ببلاش يعني. انا بقول لك كمان، اما انا بقول لك يا كابتن، لا وبنشتغل باحترافيه يعني، حتى كلامنا انا بتكلم على كلامي انا كمان في احترافيه يعني. انا بقول لك انه اللاعب اللي انت بتتفاوض معاه يعني ايه القضايا اللي كانت مطروحه في الفتره اللي فاتت على النادي الاهلي؟ قضايا كذا لاعب اللي هو اللي احنا شفنا اسماء الناس اللي خرجت من النادي، الناس اللي خرجت من النادي الاهلي. يعني انا شايف انه ده الطبيعي، ما هي الدنيا كده، محدش هيدوم، ولو دامت لك مش هتروح لغيرك. والخروجه كانت مميزه لبعض الناس. انت مش زعلان يا كابتن عادل؟ انت بتزعل انه كان بيبقى فيه نوع من المراوغه؟